الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: ما حكم إذا أخذت الزوجة مالا من زوجها الشحيح لتصرفه عليها وعلى أولادها دون علمه؟ الحمد لله رب العالمين، لا بأس عليها في ذلك إذا كان أخذها لهذا المال بمقدار المعروف عرفا، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة وأن العرف حجة. وقد جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان أخذك لهذا المال من غير علمه بالمعروف فإنه لا حرج عليك في ذلك، فإنه أي الزوج يجب عليه أن ينفق هو من قبل نفسه، فإذا تعطل ذلك فلا حرج عليك أن تنتقلي إلى البدل، وهي أن تأخذي أنت ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم اعلمي أيتها السائلة وفقك الله أن حاجات الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حاجات ضرورية، وإلى أشياء حاجية ملحة، وإلى أشياء تحسينية كمالية. فإذا كان الموضوع الذي تريدين أن تأخذي من مال زوجك من أجله يدخل في دائرة الضرورات فلا حرج عليك في هذا الأخذ، أو كان يدخل تحت دائرة الحاجات الملحة فلا حرج عليك كذلك أن تأخذي. وأما إذا كنت تريدين أن تأخذي من مال الزوج لأمر تكميلي تحسيني يستغنى عنه، فإن هذا أمر لا يجوز لك أن تتعدي على مال زوجك إلا بإذنه. فالأشياء الضرورية أو الحاجية هي التي تسوغ لك أن تأخذي من ماله بلا علمه إذا تعطل إنفاقه بنفسه، وأما الأمور التكميلية التحسينية فلا يحل لك أن تأخذي شيئا من ماله بسببها. ولعلك فهمت ما أريد، والله أعلم.